مرحبا. سئل أحد الحكماء يوما: كيف تتحقق السعادة في الحياة؟ أجاب الحكيم: سأريكم غدا. وضع السائلين إلى مأدبة غداء في اليوم التالي. عندما حضر المدعوون المأدبة في اليوم التالي وجلسوا إلى المائدة، أحضر الحكيم الحساء وسكبه في أطباقهم، ثم أحضر لكل واحد منهم ملعقة خشبية يبلغ طولها مترا، واشترط عليهم تناول الحساء بهذه الملعقة الطويلة. حاول الضيوف جاهدين تناول الحساء بهذه الملعقة العجيبة، إلا أنهم عجزوا عن ذلك، إذ لم يستطع أي واحد منهم إيصال الحساء إلى فمه دون أن يسكبه على الأرض، وجلس الجميع جائعين يتأملون أطباقهم. عندما لاحظ الحكيم عجز ضيوفه عن تناول الحساء بهذه الملعقة الطويلة، وقف وقال لهم: الآن راقبوني جيدا وانظروا ماذا سأفعل. بكل بساطة أمسك بالملعقة الطويلة، ملأها بالحساء، ثم مدها إلى فم الشخص الذي يجلس أمامه على المائدة وأطعمه الحساء، وطلب من الجميع أن يقوموا بنفس العمل، وبذلك شبع الجميع وحمدوا الله. وقف الحكيم وقال: من يفكر على مائدة الحياة أن يشبع نفسه فقط فسيبقى جائعا، ومن يفكر أن يشبع أخاه فسيشبع الاثنان معا، فمن يعطي هو الرابح دائما لا من يأخذ، والسعادة الحقيقية تتحقق بإسعاد من حولك. اجعل عطاءك بلا حدود يعطيك من فضله مالك الوجود. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من قصة اليوم ومن عبرتها. إذا أردتم الاستمتاع بالمزيد من القصص واستخلاص أروع العبر منها، أرجو منكم الاشتراك في قناة هل تعلم مع هدير، وذلك من خلال الضغط على مربع الاشتراك الأحمر وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. إلى اللقاء.